السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم المحور اللي فصلت معكم غادي نخيطوا اليوم. حطيت لكم الفيديو الاولاني، غنحط لكم هذا الفيديو ديال الخياطه وغتشوفوا معايا كيفاش، لان داك النهار قلت لكم غادي نجمعوا معكم باش هاد الخيوط ما يكونوش هما كما كتشوفوا. كيفاش كنديروا ليه حتى نجمعوا غير بالعافيه، كنديروا ليه بحال هكا. غير ردوا البال ما توصلوش للثوب، لو وصلتوا للثوب تقدروا يكون عندكم الحفاري في هذا الطرز، غادي تيجي خايب، يجي ماشي هو هذاك. غير بالخف انتما بحال هكا شفتوه انتما. دابا انا الا صوبت راه ما فيه حتى شي حاجه، انتما شفتوه. شوفوا هنا اللي مصوب كيمشي نتف، انتما شفتوا هنا، انتما هنا ما فيه والو، شفتوه. نصوب مازال معكم شويه، بلاصه بحال هكا دخلوا شويه. إذا بانت لكم شي شعالة بحال هكا حاولوا تطفيوها بيديكم وردوا البرا، هادا تكون البريكي سخونة لا تقيس لكم الثوب. هانتوما بحال هكا شفتوه. دابا اللي بقى بقى هنايا، هنا اللي بقى كيما كتشوفو هانتوما شفتو شفت. دابا غادي نخليه هنايا، صوبت معكم غير هنا، أنا ما غنصوبو معكم لأن إلا كانت هاد البريكي سخونة من الأحسن خدو ديك البريكي اللي كدايرة بحال كتشعل الشعالة ديالها بحال الشكل ديال الفردي، من الأحسن هاديك تتجيبو أحسن. دابا سخونه غادي نخليها تبرد ونصوب الجهه الاخرى. وهانتوما معايا، شوفوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا من المزيان ان شاء الله. رجعت البنات معكم باش نخيطوا المخوار ديالنا. هانتوما شوفوا دابا جا نقي وزوين، هانتوما شوفوا جا نقي وهو هذاك. دابا اللي غادي نسبقوا بيه البنات هو هنايا هذا الطرف ديال الامام، وغادي نديروا الطرف ديال الخلف اللي هو هذا، ندير واحد على واحد بحال هكا. هو راه الخدمه ديالو غير كما قلت لكم، غير خاص الفينيسيون يجي هو هذاك، وكيفاش تحطوا العقيق في بلاصتو وكيفاش تحطوا الكوان فيهم العقيق في بلاصتو بحال هكا. كما قلت لكم البنات نحطوا هذا هو الخلف وهذا هو الامام، كنحطوا الوجه على الوجه ديال الثوب بحال هكا، كنحطوه بحال هكا. كنجيبو هاد السجفة كنحطوها عليه، كنخليو هنا سنتيم، هنا كنخليو سنتيم، كنخيطو من هنا وكنديرو هنا عاوتاني الجهة الأخرى بحال هكا، كنخرجو الخيطة كلها. ردو البار غير العقيق، لا تقيسو، درت ليكم الإبرة، بقاو دوزو الماكينة غير بيديكم حتى تفوتو العقيق. خلي فيها الروح شويه. هنا كنديروا الكرانات، هنا كنديروا بحال هاد الكرانات هكا، نقلبوا على الوجه. الا ما قدرتوش ما ديروا نتوما على القفا، انا غنديروا على الوجه. غنجيب الخياطه من الحاشيه،
هكذا تجي الخيطان فينيا. كندخلو مزيان هاد الحاشيه وكنشدو السرجل داخل غير بيدينا وكندوزو الماكينه. حاولوا تدخلوا هنا يجي مقد اللي يقدر يدير ليه المصلوح يديرو باش يجي ساهل. ما قدرتوش ديروه بهذه الطريقه ديروه من الداخل، خيطوه من الداخل. غير هذه ديال الوجه كتجي الخيطه مقاده. كنوصلو هنا كنخرجو الكتف. كما قلت لكم المخوار سهل، الدقة ديالو هو في هنا اللي صوبنا بالبريكي اللي شمعنا. كيفاش نخيطو الطبتين ديالنا أو السجفة ديالنا بحال هكا. الطوق هو هذا دابا اللي بقالينا الكمام، وغنجمعو لكم كما قلت لكم في الصلاه درنا ليه العطفه. نورمالمون خص يكون عنده الطرز زوين، غنخليوه على حد الطرز، ولكن الطرز ديالو ما عجبنيش، واحد الجهه خارجه واحد داخله كما كتشوفوا. كنديروا الكرانه الكم ديالنا، الكرانه هي ديك الضريبه اللي كتكون فوق الكتف بالنسبه للناس اللي ما عرفوها. علاش؟ باش يجي لنا الراس ديال الكم ديال من الفوق مع الكتف. كنشدو كدير ليه بحال هكا، كنشدو بشي فنيته وهذا كنبداو من التركيز من هنا. غادي تلقاو الكم كبير، بالنسبه لي انا كنكبر الكم، ولكن من الاحسن حاولوا الكم يجي قد التركيز باش يجي في التركاب ديال الكم ديالو كيجي زوين. الا كان هو في الكم مع التركيز تيجي احسن. نحيد الفنيته ديالي، كنجي غير كنوصل الكرانه كنجي التركيز من الجهه الاخرى، كنحاول نشرب واحد الاخر نشربه هو، نجيبو مقد مع هذاك الكم مقد مع التركيز. ديالي هو هذا، شفتو شنو قلت لكم؟ كيجي لكم احسن، كيجي بوفون. هكا اللي درت لهذا الكم اللي غندير لكم الاخر، يعني غادي ندير معكم هذا الكم كله، غنجمع هذا الكم مع، حاولوا تجيبوا الطرز مع الاخر، الطرزه مع الطرزه بحال هكا، حاولوا تجيبوها باش الا قلبنا نديروا الغلي جينا لكم هو هذاك. غنحاول الا قدرت، الا ما قدرتش ما غاديش نجيبها، لان غيجيني لكم طلع من جهه وهبط من جهه. غنشوف الا قدرت نجيب لكم طرزه مع لكم اللي شاد، ما قدرتش غنخليها ما عندي ما ندير. تكون فيها واحد شويه ديال الديكالاج، ولكن ما عندي ما ندير. انا دوك اللي طرزوها ما قدوهاش، لكم خصو يكون هكا. حاولت في الفصاله ما قدرتش. غادي يجي واحد الطرزه هابطه وحده طالعه ما عندي ما ندير، حيت ان كيما دوك لي طرزات طرزه عوجه. غنوريها لكم وردوا ليها البال، ردوا ليها البال، ماشي اللي غادي تفصلوا، ردوا ليها البال. اللي غتشريو المخوار
غنمشي معايا دابا من هنا من التركيز حتى لتحت ونرجع معاكم. دابا ملي جمعنا الجناب البنات غادي نصوبوا العطفه غير صغيره، لنا جات حدو قدو يعني جينا غنديروا فيه غير سنتيم في تحت صافي، غنخلو سنتيم على سنتيم، وغادي نمشيو بطريقه لانه هو داير بحال لوغ كيما قلت لكم جدير وفيه في الجليل 50 في الربع، يعني اللي عرض بزاف من تحت ما كتخدمش معاه العطفه، تكون العطفه يعني بحال هذه تكون عريضه. حاولوا غير ما يكونش الديكالاج، انا بان لي بحال اللي غيكون عندي الديكالاج. اشنو كندير؟ كنصوب هذا هنا وكنجر تحتاني، كنجر هذا النكتب الا كان فيه تجفت كيسهل فيه الديكالاج. هانتوما بحال هكا جروا لتحتاني وخليو الفوقاني، خليو هذا. نمشي معايا الطريقه كامله دائر كامل، وغيبقى لينا غير الغلي الكبار. نقدر ندير معكم شويه ديال الغلي في الكمال باش ما يفوت عليكم حتى حاجه. هانتوما بحال هكا غنمشي نديو كل هاد الطريقه دائريه كلها ونرجع معكم الى غندير الغلي لكم، وغندير معكم غير شويه في الغلي. اول حاجه البنات اللي غنديروا الا كنا غنديروا الغلي، اول حاجه كنديروها كنبلو بحال هكا واحد النبيله كتجي هنايا شفتوها ها هي، والتنبيله الاخرى كندخلو هنا سنتيم وكنديروا التنبيله الاخرى. هذا هو الغلي السليم وكيجيكم ساهل. هانتوما بحال مخيط وراه مازال ما مخيط غير التنبال. عاد كنبداو من هنا بالنسبه للمبتدئات جدا جدا لاش كان معاش اللي كنقول لهم دابا كيفاش غادي يديروا الغلي. او فين كاينه العقده كندخلوها هنا حاولوا تاخذوا غير خيط واحد من الثوب، هنا غتاخذوا منه غير خيط واحد بحال هكا هنا قد ما خديتو قليل حسن. عند الطرز هنا واخا تاخذوا اكثر من خيط ماشي مشكل ما كيبانش على برا. هنا اضطرينا نديرو ليه الغلي ما نقدروش نديرو ليه لا ماشين هنايا. هما بحال هكا وغنمشي معاه حتى ندور كل هاد الجهه ونقولكم الاخر ونوريكم النهايه ديالو ان شاء الله. الكم ديالنا البنات هما هادو الكمام، غير هذا تنبال ما نحيدوش تيجي من المصبانه شفتوا، ما نحيدوش التنبال حتى نجيبو هذا من المصبانه باش يبقى كل حاجه تبقى في بلاصتها. هو هذا غنوري لكم فيديو ديالو لو سهل ما كان في الدخله ديال الفيديو ان شاء الله. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ولا عجبته القناه ديالي ما ينسانيش التعليق وف ليكم وف لي لايك الا جات على خاطركم. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.